وعودة إلى الشأن اليمني، وينضم إلينا من تعز مراسلنا محمد الحذافي. محمد، حدثنا عن آخر المستجدات لديك. آخر المستجدات على مستوى في على مستويين، المستوى الأول مستوى المعارك العسكرية الدائرة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، والمستوى الثاني وهو الأهم وهو الصراع أو المواجهات العنيفة التي تشهدها عاصمة صنعاء بين حلفي الانقلاب، والتي تمكن فيها مسلحو وأنصار المخلوع صالح من السيطرة شبه الكاملة على الأحياء وشوارع الجنوبية للعاصمة صنعاء، وكذلك معسكر العرقوب في مديرية خولان التابع لقبائل خولان. كذلك نصبت القبائل الموالية للمخلوع صالح على أول نقطة تفتيش تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة دمار. قبائل بني الصرين في محافظة عمران كذلك استولت على نقطة تفتيش تابعة للحوثيين وقطعت الخط الرابط بين العاصمة صنعاء وعمران وصعدة. هناك تطورات دراماتيكية تسير بشكل سريع بين أنصار المخلوع صالح وكذلك ميليشيات الحوثية حلفي الانقلاب، حيث دعا علي عبد الله صالح المخلوع علي عبد الله صالح دعا أنصاره وكذلك دعا قوات القوات الخاص والحرس الجمهوري إلى الاستعداد وتطويق العاصمة صنعاء وإخراجها من يد الحوثيين كما قال. أقول أن الأحداث في العاصمة صنعاء تسير بخطى متسارعة وبأحداث دراماتيكية. هناك المعارك بشكل متقطع في العديد من شوارع العاصمة، هناك وقف كامل للأعمال التجارية، إغلاق المحلات، حركة نزوح تشهدها العاصمة صنعاء من الأحياء التي تحدث فيها الاشتباكات، بل من معظم أحياء وشوارع العاصمة صنعاء هناك تمترس للطرفين، طرف الميليشيات الحوثية في الأجزاء والأحياء الشمالية للعاصمة وكذلك طرف المخلوع صالح مسلحيه وأنصاره في الأحياء والشوارع الجنوبية. أصبحت العاصمة صنعاء جزئين أو قسمين يتقاسمها الطرفان، اشتباكات متبادلة، قسم متبادل، استهدف الحوثيون منزل طارق محمد عبد الله صالح وكذلك نقل المخلوع صالح أحمد علي عبد الله صالح استهدفوه بقذائف الهاون، هناك العديد من القتلى والجرحى. نعم، أستاذ محمد الحذافي مراسلنا من تعز، شكرا جزيلا لك.